المطران جوزيف زبارا مطران الأرمن الكاثوليك هو المسؤول البطريركي الجديد للقدس وعمان، وقد أقيم حفل التنصيب في 17 حزيران في كنيسة السيدة العذراء الحزينة في المرحلة الرابعة في طريق الآلام. وقد رأس الاحتفال الرسمي المونسنيور رفائيل فرانسوا ميناسيان أسقف الأرمن الكاثوليك في أوروبا الشرقية. وقد تم خلال الاحتفال بالقداس الإلهي تلاوة المرسوم بتعيين غبطة البطريرك غريغوار بيير بطريركا لمنطقة سيليسيا للكنيسة الكاثوليكية الأرمنية. حضر الاحتفال أبناء الطائفة الأرمنية الكاثوليك في القدس والقاصد الرسولي في القدس المونسنيور ليبولدو جيريلي والمدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المونسنيور بيير باتيستا بيتسابالا وحارس الأراضي المقدسة لا فرانشيسكو باتون وممثلو الطوائف المسيحية الأخرى في القدس. استقبل المطران زبارا المؤمنين خلال الاحتفال وعبر عن سعادته في خدمة كنيسة القدس. Una cosa molto molto piacevole a me essere qui in terra santa nella città santa. أشعر بسرور كبير أن أكون هنا في الأرض المقدسة وفي القدس المدينة المقدسة لكي أخدم قبل كل شيء الرب الذي سار على هذه الأرض منذ أكثر من 2000 عام وأحضر الصليب إلى هنا. أشعر بأن لدي القوة من أجل خدمة المؤمنين وأولئك الذين يأتون من جميع أنحاء العالم، لأن القدس مركز مهم جدا للمسيحية. يأتي جميع المؤمنين إلى هنا للصلاة ومن أجل رؤية ولمس المكان الذي عاش فيه السيد المسيح. dove vissuto Gesù.